مطار حميميم اسم اقترن في أذهان السوريين ومراصدهم الميدانية بالقصف الجوي على رؤوس المدنيين، غير أن المعادلة انقلبت مؤخرا حيث تعرض المطار لهجوم جوي بطائرات مسيرة عن بعد، والتصريح لموقع فورت روس نيوز والذي أضاف بأن ما أسماهم إرهابيين حاولوا مهاجمة القاعدة بواسطة طائرات من دون طيار، لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إيقافها قبل أن تصل إلى هدفها، ولم يصدر حتى اللحظة أي تعقيب رسمي روسي على تلك الحادثة. الهجوم الذي استهدف قاعدة حميميم هو الثالث من نوعه، حيث سبق وأن تعرضت القاعدة لهجوم مماثل نهاية العام الماضي إثر استهدافها مرتين في أسبوع واحد بطائرات من دون طيار. ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية آنذاك عن مصدرين قولهما إن 7 طائرات روسية دمرت، كما أصيب عدد من العسكريين الروس إثر استهدافهم من قبل المعارضة السورية داخل قاعدة حميميم، وهو ما نفته موسكو واضطرها للتصريح آنذاك، واعترفت بجزء من الخسائر التي تشكل أكبر ضربة للاحتلال الروسي منذ حربه ضد السوريين في خريف عام 2015. ورغم إعلان الاحتلال الروسي غير مرة أنه خفض عديد قواته في سوريا وأن عملياته العسكرية في الأخيرة قد شارفت على الانتهاء تماشيا مع مزاعم الأسد بالحسم العسكري، أعلن الاحتلال الروسي أن قواته البحرية تخطط لإطلاق صواريخ قرب السواحل السورية، صواريخ لا يعرف أين ستسقط، ولكن حرب الغوطة الشرقية التي يشكل الروس فيها رأس حربة تدل على ذلك.